بدأت القصص منذ بداية تطور الفكر البشري، وفي زمن معين ولد عندنا نمط القصص التحذيرية التي هي قصص تحوي عبرة للأطفال تبعدهم عن تصرف معين خاطئ كالكذب والابتعاد عن المنزل في الليل. قد يكون هذا النمط من القصص جيدا، ولكن بعض كتابه ربما بالغوا قليلا، حيث كان نتاج فكرهم مخيفا أرعب الأطفال. في هذا الفيديو سنتعرف على بعض هذه القصص سويا. القصة الأولى، قصة من يمص إصبعه. تحكي هذه القصة عن طفل مشاغب لديه عادة سيئة، وهي أنه يمص إصبعه ولا يقص شعره وأظافره، بالرغم من أن والدته قد أخبرته أن هناك عاقبة مخيفة لأفعاله. وكانت النتيجة أن الخياط ذو المقص الكبير قص إصبعه. القصة الثانية، الطفلة الباكية. تدور القصة حول الفتاة الصغيرة التي بقيت تبكي بالرغم من أن حياتها جميلة، وبالرغم من تحذيرات والدتها التي قالت إنها ستفقد بصرها إن بقيت تبكي. لكن الطفلة لم تفقد بصرها فحسب، بل خسرت عيناها اللتان وقعتا من مكانهما. القصة الثالثة، الفتاة التي تقلد الصبيان. تدور القصة حول ابنة دوق تقلد الصبيان ولا تمتلك أي من مواهب أو تصرفات الفتيات، والتي في نهاية القصة تتحول إلى صبي حقيقي وتصبح بحارا. القصة الرابعة، ذات الرداء الأحمر أو ليلى والذئب. ربما كانت هذه القصة التي تدور حول فتاة لا تسمع كلام والدتها وتتكلم مع الغرباء في طريقها للذهاب إلى بيت جدتها مما يوقعها في المشاكل، أشهر قصة في هذه القائمة. وقد يعود أصل هذه القصة إلى القرن العاشر في نسختها الإيطالية الجدة المزيفة. منذ ذلك الوقت كتبت العديد من النسخ من هذه القصة، وأشهرها التي كتبها الإخوة جريم. القصة الخامسة، ماكس وموتز. تدور حول طفلين يقومان بأعمال شريرة مثل ربط أرغفة الخبز ببعضها مما يتسبب بقتل الدجاج، كما يقومون بسرقة الدجاج أثناء محاولة صاحبتها طبخها، وإيقاع الخياط في النهر، ووضع الحشرات في سرية جدهم. ولكن مصير هؤلاء الأطفال يتحول إلى قاتم في هذا المقطع من القصة، حيث يطحنهم المزارع ويحولهم إلى فتات ويطعمهم للبط. القصة السادسة، ريبيكا التي كانت تصفق وتغلق الأبواب. تدور هذه القصة حول ريبيكا التي كانت فتاة جيدة، ولكنها كانت تستمتع بصفق الأبواب وإفزاع الناس. وكانت نهاية هذه الفتاة مريعا، حيث صفقت بابا كانت به قطعة رخام فوقعت على رأسها وقتلتها. القصة السابعة، أم عدل. قصة خرافية لامرأة كبيرة في السن تحمل كيس خيش على كتفها وتتجول في القرية ليلا بحثا عن الأطفال المشاكسين لتضعهم في الكيس، وتقوم بأخذهم إلى أعالي الجبال وتعاقبهم عن طريق وضعهم على سرير من الإبر الحادة. الفيديو القادم، طاعون الرقص الذي قتل سكان مدينة كاملة.